بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رح نبلش بالمحاضرة السادسة من محاضرات الإميونولوجي. طبعا المحاضرة أعطاها الدكتور ناصر القبلان. طبعا الدكتور هذا معروف إنه بس أحكي لك الدكتور ناصر القبلان أعرف إن المحاضرة رح تكون طويلة، ولكن المعلومات اللي فيها برضه مهمة ومش كثيرة، يعني معلومات مش زخمة وصعب تنحفظ وكذا، لا يعني معلومات نوعا ما لطيفة كويسة بتنفهم. في منها معلومات مكررة مرت علينا، هسه راح تشوفوا خلال الشرح انه في معلومات مرت علينا من قبل. طبعا هاي المحاضرة السادسة بدها تكون بتحكي عن الام اتش سي مولكيول اند انتيجين بريزنتينج تو تي سيلز. طيب هسه بالنسبة للام اتش سي مولكيول، طبعا احنا مر علينا الام اتش سي مولكيول من قبل هيك بالمحاضرات السابقة، وعرفنا انه الام اتش سي مولكيول هو بيعمل لي على اللي هي برزنتيشن للانتيجين على السيرفيس اوف ذا سيلز، سواء كانت اللي هي الانتيجين برزنتينج سيلز او اللي هي السيلز الجاية باجسامنا، يعني السيلز المختلفة، ممكن ليفر سيل، ممكن كيدني سيل، ممكن الى اخره. بس بشكل عام هي بتنقسم لا نوعين اللي هي الكلاس 1 ام اتش سي مولكيول والكلاس 2 ام اتش سي مولكيول. وهسه بنشوف لقدام احنا لشو هذا وين بكون موجوده الكلاس 1 وين بكون الكلاس 2، وراح ناخذ تفاصيل كثير عن الام اتش سي مولكيول. طيب هسه الجزء الثاني المحاضره اللي هو الانتيجين بريزنتنج تو تي سيلز. هسه الانتيجين بريزنتنج او برزنتيشن تو تي سيلز، هسه احنا اصلا شو بنستفيد من الام اتش سي مولكيول؟ هسه الام اتش سي مولكيول احنا بنستفيد منه بايش؟ هسا بدنا نعرف انه التي سيلز هي يعني عبارة عن خلية دلوعة ما بتعرف تسوي اشي لحالها، دائما بدها مساعدة، يعني يقولها روح حضر الاكل لحالك تقولك ما بعرف، حضر اللي انت الاكل. فاحنا لازم انه نحضر لها الانتيجين مشان هي تقدر تتعامل معاه. فهسا لو كان في عنا انتيجين هيك طايش سوليبل يعني بالجسم، فالتي سيلز ممكن تمرق من حده وما تتعرفش عليه خلاص ولا إلها فيه، يعني ما دام هو مش مجهز لها ومش مأنتك ومحدش مهتم وأنا كمان مش مهتم، روح موت محدش فارق معه. لا، إحنا نيجي منجيب هذا الأنتيجين، مثلا لو جبنا مثلا دندريتك سيل أو جبنا مايكروفيج أو جبنا يعني أي إشي من أنتيجين بريزنتينج سيل على سبيل المثال، تيجي هي بتبلعم مسبب المرض على سبيل المثال، تيجي بتطلع لي الانتيجين على سطحها. هسا الانتيجين بريزنتينج سيل من اسمها يعني مش علم، انتيجين بريزنتينج سيل هي عباره عن خلايا بتقوم باظهار الانتيجين على سطحها، تمام؟ هي بتعرض هذا الانتيجين على سطحها عن طريق الايش؟ الام اتش سي مولكيول. طب ليش؟ مشان تيجي اللي هي التي سيلز ترتبط فيه، مشان تيجي التي سيلز ترتبط بالانتيجين هذا، مشان احنا نبلش او نعمل اكتيفيشن للتي سيل ريسبونس، ماشي؟ احنا نبلش نفعل اللي هي الاستجابه المناعيه لخلايا تي. فقعدنا ساعتين على العنوان، بس يلا احنا صرنا كثير اشياء لقدام يعني وبتكون اسهل. هسه in the previous lecture we learned that there are three molecules which able to bind with antigen. احنا في عنا يعني تعلمنا قبل انه في عنا ثلاث انواع من المولكيولز هي قابلة على الارتباط بايش؟ بالانتيجين. ثلاث شغلات، شو هن؟ اول واحدة الانتيباديز، زي ما عرفنا انه الانتيباديز اللي هي بده يتم افرازها من البي سيلز او الاكتيفيتد بي سيلز اللي هي بلازما سيل، بس يتم افرازها من البلازما سيل. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا شو بدنا نسميها؟ الاميونوجلوبولين. زي ما عرفنا الاميونوجلوبولين تنقسم على او في منها خمس انواع، واختصرناهم كلمة ماجد قبل، تمام؟ النوع الثاني من المولكيولز اللي بترتبط لي بالانتيجين اللي هي الام اتش سي مولكيول، زي ما حكينا قبل شوي، صح حكينا انه الام اتش سي مولكيول بيجي بيرتبط لي بالانتيجين وبعرض لي على سطح الخليه اللي هي الانتيجين بريزنتنج سيل او الخلايا اخرى، بس يعني ناخذ خلص خلينا على الانتيجين بريزنتنج سيل، بتعرض لي على سطحها. والنوع الثالث اللي هي التي سيل ريسبتور. هسا احنا حكينا انه التي سيل عليها ريسبتور على شكل حرف واي، هذا اللي حكينا عنه، يلي بده يجي يرتبط هذا التي سيل ريسبتور، بده يجي يرتبط بايش؟ بده يجي يرتبط بالام اتش سي مولكيول، او بده يجي يرتبط بالانتيجين المعروض على سطح الام اتش سي مولكيول، تمام؟ تمام. طيب نيجي هسه الموضوع اللي هو البرنسيبل فانكشن اوف ام اتش سي مولكيول. طبعا انا حطيت هايلايت على الاشياء المهمه لانه يعني احنا عارفين انه الماده فيها كثير هيك لكه يعني حك فاضي،
كلها تلف حول نفس الموضوع. فأنا حطيت هايلايت على اللي هي المين برينسيبل لها. طيب we talked about the MHC molecule because they have very important function in our immune response, as we know that the MHC can bind to the antigenic peptide directly by T cell receptor, cannot bind to the antigenic peptide except with the presence of the MHC. طيب هسا شو أهميتها وشو وظيفة الـ MHC molecule؟ طبعا احنا حكيناها، حكينا انه الـ MHC molecule بيقدر يجي يرتبط لي بأي antigen طايش عادي مش مهم، بيرتبط لي بالـ antigen peptide، طبعا بيرتبط لي بالـ antigenic peptide تمام. بينما الـ T cell receptor ما بيقدر يرتبط لي اياها. احنا حكينا انه خلية خلية T هي دلوعة، ما بتقدر ما بتقدر اذا انت مش مهتم، اذا جسمك مش مهتم هي كمان مش مهتمة. انت اذا انك ما جبت الانتيجين وعرضت لها اياه وانتجت لها الامور هي ما بترتبط فيه، خلص هيك عقدها. فالوظيفه الاساسيه للام اتش سي موليكيول ان هو يمسك لي الانتيجين هذا ويعرض لي اياه على سطح الخليه مشان تيجي تي سيل ترتبط لي عن طريق الريسبتور تبعها بايش بالانتيجين. طيب it is bind then display then present the antigenic peptide by other cells. طيب فكنا من هاي. بقول لك this other cells mean. هسا احنا زي ما حكيت اول انه هي ممكن انه يتم عرض اللهم صل على سيدنا محمد الانتيجين اما عن طريق الانتيجين presenting cells او اما عن طريق اللي خلايا اخرى. هسا بدنا نقدر نفرق بين شغلتين تمام؟ ركزوا لي هون بس نتوفى. هسا احنا حكينا بالنسبه للـ MHC molecule فينا two classes، فينا class 1 MHC molecule فينا class 2 MHC molecule، وفي عندنا مكانين بيتم فيهن presentation of the antigen، اما بدها تكون عن طريق اللي هي الـ antigen presenting cell او عن طريق other cells اللي هي احنا نسميها nucleated cell، يعني هي خلايا اللي بكون لها نوع. طيب هسا اذا احنا جبنا اذا احنا عرضنا الانتيجين على سطح الانتيجين بريزنتينج سيل تمام، مين اللي راح يتكفل لي او مين الام اتش سي موليكيول اللي راح يتكفل لي بعرضها؟ كلاس 1 ولا كلاس 2؟ بحكي لك كلاس 2، احفظها. انتيجين بريزنتينج سيل بدها ام اتش سي موليكيول كلاس 2 تيجي بتعرض لي اياها على سطحها. بس تعرضها على سطحها احنا بيجي عندنا السي دي 4 او تي هيلبر سيل بدها تيجي ترتبط وين؟ بدها تيجي ترتبط لي بهذا الانتيجين المعروض وصير له اكتيفيشن والى اخره. اما اذا تم عرض الانتيجين على سطح خليه اخرى غير الانتيجين بريزنتينج سيل فهي راح تم عرضها على الام اتش سي موليكيول كلاس 1 ولا كلاس 2؟ كلاس 1. كلاس 1 عن طريق ايش؟ عن طريق السي دي 8 يلي بدها تتحفز يلي بدها ترتبط، يعني يلي بدها تيجي ترتبط بالانتيجين هي السي دي 8 يلي هي سايتوتوكسيك تي هيلب تي سيلز، سايتوتوكسيك تي سيلز تمام. طيب اوكي هسا الام اتش سي مولكيول بريزنت ذا انتيجينيك بيبتايدز تو ميك انتيجينيك ريكوجنيشن سبيسيفيسيتي. سبيسيفيسيتي مينز ايتش تي سيلز هاف ا ريسبتور اند كان جيت تو نو سبيسيفيك انتيجينيك بيبتايد after recognition happen binding with the T cell receptors and this is achieve very important aim which is activation of T lymphocyte. طيب طبعا كلياته حكي فيس وقل لك انه الـ MHC molecule بيجي بعرض للانتيجين على سطحها ماشي على سطح الخلية مشان يصير في عنا recognition، يعني انه يصير في عنا الريسبتور تبع الـ T cell يتعرف على الانتيجين هذا. بس يتعرف عليه الانتيجين طبعا احنا عارفين انه بالنسبه للتي سيل هي بتكون سبيسيفيك، يعني هي متخصصه بنوع واحد فقط من الانتيجين. ف بس هي بتسهل عمليه ارتباطها او هي بتخليها مشان ترتبط وبس، يعني والله حكي فيس بسم الله. طيب النقطه بعد الاكتيفيشن اوف تي لينفوسايت از فيرت انيشال اسينشال كروشال كريتيكال ستيب ان انيشيشن اندوشن اند اندكشن and stimulation of primary T cell mediated immune response. وليش بقول لك انه الاكتيفيشن احنا قلنا انه بس تيجي يرتبط التي سيل بس تيجي ترتبط بالانتيجين المعروض على سطح الخليه تمام، فهو بده يصير له اكتيفيشن. هاي عمليه الاكتيفيشن للتي لينفوسايت
بكل بساطة هي بدها تكون الخطوة الأولى لبدء التي سيل ميدييتد اميون ريسبونس اللي هي بدء المناعة المتعلقة بخلايا التي ومشتقاتها. طيب if the activation happen this lead to a clonal expansion then differentiation of naive T lymphocyte to functioning effector and memory T cells. طيب هسا هون بقول لك عملية تنشيط اللي بتحدث للنايف تي لينفوسايت. هسا احنا بدي يصير لنا نايف تي لينفوسايت يعني بدي يصير لنا خلية تي هي ولا بحياتها ولا بعمرها تعرضت لأي أنتيجن. فإحنا بس تعرضها للأنتيجن اللي بده يكون counterpart إلها يعني. فهذا الإشي رح يؤدي إلى أن هي صار لها activation. أوكي صار لها activation وبعدين بس صار لها activation هي بده يصير في عندها clonal expansion بدها تبلش يعني يصير لها proliferation بدها تصير تنقسم أكثر أكثر تزود من نفسها. بس تكثر وتزيد لحالها وصير لها انقسام وتكاثر هذا الإشي بعديها بصير لها اللي هي بدها تصير لها differentiation بدها تيجي تنقسم من النايتيم تي لمفوسايت تنطيني effector T cell وبدها تعطيني memory T cell. تمام هسه يعني هاي هيك معلومة على الهامش إنه الإفكتور تي لينفوسايت هي بدها تكون تعيش فترة قصيرة. يعني إذا أنك أنت انصبت بمرض ورجعت انصبت بنفس المرض مثلًا بعد سنة أكيد مش نفس الإفكتور سيل راح تيجي تعادل لأن راح تكون ماتت. تمام بس إيش الميموري تي لينفوسايت هي بتعيش عمر طويل. كيف يعني بتعيش عمر طويل؟ يعني أنت إذا أنك انصبت بمرض ماشي ورجعت انصبت فيه بعد 15 سنة بكل بساطة نفس الميموري سيل اللي تذكرت مرضك الأولاني راح ترجع يلي قدرت حفظت مرضك الأولاني راح تقدر تتذكر أنك أنت مرضت فيه نفسها بتعيش 30-40 سنة عادي الأمور ريلاكس. طيب the activation of naive T lymphocyte is very important to stimulation of a primary cell mediated immune response. حكي معلومة حكيناها إنه عملية الأكتيفيشن لخلية الناييف تي لينفوسايت هاي اللي ما تعرضت لأنتيجين هاي بتكون مهمة جدا في إيش في تنشيط اللي هي سيل ميدييتد إميون ريسبونس أو المناعة المعتمدة على خلايا. طيب هسا هون بهذا الجدول عنا بهذا الجدول في عنا تشالنجز قدام التي لينفوسايت ونشوف كيف تم حلها وكيف احنا تعاملنا معها. في عنا خمس انواع او في عنا خمس تحديات واجهت هاي التي لينفوسايت نيجي عليهم واحده واحده. اول واحده انه النايف تي لينفوسايت طبعا احنا عارفين انه النايف تي لينفوسايت تم انتاجها من الثالمس وبعديها خضعت للكلونال سيليكشن وفي عنا البوزيتيف سيليكشن وفي عنا النيجاتيف سيليكشن. البوزيتيف سيليكشن اي خليه بتكون ما بترتبط ب السلف انتيجين كنا نقولها يلا روح شوفي شغلك واي خليه كانت بترتبط بالسلف انتيجين كنا نغذي عليها. تمام طيب هسه هل من الممكن انه تكون في وحده من اللي هي السلف انتيجين من السلف اللي بترتبط بالسلف انتيجين زرقت وراحت؟ ممكن. تمام طيب يعني هي نفذت من الكلونال سيليكشن. طيب هسه بس نفذت هي بدها تروح بدها تلاقي عندك الدندريتيك سيل ماسكه الريسبتور تبعها وقاعده تستنى فيها بس ترتبط فيها تقضي عليها دايركتلي. فاذا يعني الفاضي ما تفكرش على احدك من جهاز المناعه راح يمسكها بالنهايه. طيب هسه في شغله بدنا نعرفها انه عدد النايف تي لينفوسايت ركز معي النايف اللي ما ارتبطت باي انتيجين من قبل هو عددها قليل كثير. كيف يعني عددها قليل كثير؟ يعني من بين كل مليون ماشي من بين كل مليون خليه بتلاقيها خلية تي بتلاقيها رح تلاقي منها بس واحدة نايف. تمام يعني شوف قديش العدد صغير. هسا احنا كيف تعملنا معها؟ في عنا الدندريتيك سيل. هاي الدندريتيك سيل شو بتعمل؟ هي بتعمل كابتشر بتيجي تمسك لي الانتيجن. تمام تمسك لي الانتيجن وبتعرضه على سطحها مشان بس تيجي التي سيل هاي بس تشوفه تمسكه. هسه هون احنا في شغله كمان انه احنا عند الدندريتيك سيل اول ما تيجي تمسك لي الانتيجن بتضلها تروح تركض لوين؟ لعند اللي هي الليمف نود. فنفت انه هي الليمف نود ولكن بشكل عام هي البرايمري عفوا البيريفيرال سكندري ليمفويد اورجان. تمام فهي بتروح تركض عليها. يعني على سبيل المثال كان في عندي انتيجن على سبيل المثال باصبع ايدي دغري بتروح هي بتمسك لي وبتروح على الاكزيلري ليمف نود بتستنى هناك. تمام
طيب بس تستنى هناك بدها تصير عندك النايف تي لمفوسايت تلفلف اول ما يعني بين الليمف نودز، فهي دغري شو بتيجي اول ما تفوت على الليمف نود بقولها تعالي هاي الانتيجين تبعك عندي، تيجي ترتبط فيه وبصيرها اكتيفيشن. اوكي اوكي طيب، هاي طبعا عمليه انه احنا تيجي تنقل لي الانتيجين من عند من مكان لليمف نود او لا اللي هي البريفيرال سكندري ليمفويد اورجانز، انا بسميها الكولوكلايزيشن. تمام، مشان هاي الاشي بيسرع او بيسهل عمليه انه التي لمفوسايت تيجي ترتبط لي بالكاونتر بارت تبعها. طيب بدناش نطول اكثر. هسه التي سيل تي لمفوسايت شو بصير فيها؟ هي بس ترتبط لي بايش؟ بالبيبتايد، فقط بترتبط بالبيبتايد. مشان هيك احنا شو كنا نحكي قبل هاي فوق، كنا نحكي اللهم صل على سيدنا محمد، هي كنا نحكي انه انتيجينيك بيبتايد، هي بترتبط بالانتيجينيك ايش؟ بيبتايد. فلذلك كانت بترتبط بالانتيجينيك بيبتايد فقط. اوكي كانت عندك الام اتش سي مولكيول تيجي ترتبط لي بال انتيجين اللي عليها كمان بيبتايد يعني بروتين. اوكي طيب هسه هنا اذا ما كانت زي هيك، يعني اذا ما كانت هاي ممسوكه على خليه ثانيه، التي سيل تقدر تشوف شغلها، طبعا على عكس خلية البي اللي حكينا انه هي بتقدر تشوف شغلها من دون ما تحتاج ولا اي حدا، دوري لحالها بتروح تقدر ترتبط بالانتيجين حتى لو انه كان طايش بالدم، كان طايش وين ما كان لحالها بتقدر تروح تمسكه. اوكي وبرضو كمان التي لمفوسايت ما بتقدر، لازم تكون هسه احنا حكينا انه هي بيكون في عندها زي بيبتايد او بروتين، هذا البروتين لازم يكون هو سمول تشين، يعني اذا كان لارج تشين ما بتقدر انها ترتبط فيه. فشو الحل اللي قمنا فيه مشان احنا نعالج هاي المشكله؟ بكل بساطه اجينا احنا بس كسرنا السلاسل الطويله لسلاسل قصيره مشان يقدر يرتبط. هسه قلنا احنا بالنسبه للتي سيل قلنا التي خليه التي هاي دلوعه ما بتقدر تعمل شيء لحالها، هي لازم تكون اشي زي المحاضرات سر استغفر الله، الخلية التي هاي لازم انه ايش يكون في خلية عارضة الانتيجين على سطحها مشان اقدر ايش تقدر خلية التي ترتبط فيها، على عكس خلية البي اللي هي بتقدر ترتبط كيف ما كان حكينا عنها هاي. طب احنا كيف حلينا مشكلة انه خلية التي ما بتقدر ترتبط الا اذا كان الانتيجين معروض على سطح خلية عن طريق الام اتش سي موليكيول؟ تمام طيب هسه الديفرنت تي لمفوسايت هاف ريسبوند تو مايكروبيال انتيجين ان ديفرنت سيلولار كومبارتمنت. اوكي 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 هسه هون بس في شغلة بدنا نعرف هيك، بس هيك معلومة بسيطة. هسه الانتيجين ممكن انه يكون ذائب بالسيتوبلازم، ممكن انه يكون موجود بفيزيكلز. تمام اوكي بعتذر عن المقاطعه. هسه اذا كانت هي قلنا اما بتكون داخل فيزيكلز او اما بتكون بالسيتوبلازم سوليبل ان سيتوبلازم، اذا كانت داخل فيزيكل فهي راح تيجي تعرض اللي هي ايش، راح تنعرض على شكل كلاس 2، راح تنعرض على شكل ايش كلاس 2 ام اتش سي مولكيول، بس تنعرض على شكل كلاس 2 ام اتش سي مولكيول مين بده يرتبط فيها؟ اللي هي السي دي 4 او التي هيلبر سيل. اما اذا كانت في السيتوبلازم دغري راح يجي تتم عرضها على شكل سي دي 8، السي دي 8 بعديها مين راح تنعرض على عفوا على شكل كلاس 1 ام اتش سي مولكيول راح يرتبط فيها سي دي 8، السي دي 8 اللي هي السيتوتوكسيك تي لمفوسايت او السيتوتوكسيك تي سيلز. بس طيب هنا طبعا هاي معلومات ان ذا ستيبل وي سي سم تشالنجز حكيناها كلياتها، انه اللي هي الانتيجينك بريزنتنج سيل هي عباره اللي هي الخلايا اللي بتقوم بعرض الانتيجينز على سطحها، هي عباره عن سبيشلايزد سيل ويتش كان كابتشر ترانسبورت بريزنت اند ديسبلاي بروتين اوف انتيجين. حكيناها والنيوكليتد سيل حكينا برضه هي عباره انه بتعرض الانتيجين بعدها بيجي على اللي هي الكلاس 1 بعدها بيرتبط فيها سي دي اي سايتوتوكسيك تي سيل والى اخره، هسه حكيناها قبل شوي. هسه general properties of antigenic presenting cell for activation of CD4 T helper cell. هسه هون ناخذ شوية خصائص للخلايا اللي هي انا بسميها ال antigen presenting cell، يلي احنا قلنا ال antigen presenting cell تيجي بتعرض الانتيجين على سطحها على شكل ايش؟
تعرض الانتيجين على سطحها على شكل كلاس 2 ام اتش سي مولكيول، هي تعرضها على اللي هي الكلاس 2 ام اتش سي مولكيول، بس تعرضها بدها تيجي ترتبط فيها سي دي 4 مشان يصير لها اكتيفيشن اللي هي الهيلبر تي لمفوسايت. تمام تمام. طب هسه هاي اللي هي الانتيجين بريزنتنج سيل هي ثلاث خلايا، اول وحده اللي هي الدندريتك سيل، ثاني وحده الماكروفاج، ثالث وحده البي لمفوسايت. تمام. هسه الماكروفاج والبي لمفوسايت الهن نفس الشيء، فاحنا بنصنفهم كنوع واحد. هسه بالنسبه للدندريتك سيل هي الخليه الوحيده بالجسم يلي وظيفتها بس بريزنتيشن، هي وظيفتها بس تعرض للانتيجين على سطحها، ولا إلها ولا أي وظيفة، لا بتدمر ولا بتثمر ولا بتفجر ولا بتعمل إشي بحياتها غير إنها بتعرض الأنتيجين على سطحها فقط لا غير. إذن هي the only dedicated antigenic presenting cell and the only and the best efficient for activation of naive helper T lymphocyte. ممكن تجيك سؤال بالامتحان هاي أو تجينا، مش تجيك وتجينا اللي هي ممكن يجي يقول لك إنه شو هي أكثر خلية ماشي بتعمل على الاكتيفيشن للتي لمفوسايت. بكل بساطه بنقول الدندريتك سيل، لانه هي اصلا وظيفتها فقط تعمل على برزنتيشن لايش للانتيجين على سطحها، ما لها اي وظيفه اخرى. على عكس الماكروفاج والبي لمفوسايت، احنا حكينا البي لمفوسايت ممكن يصير لها اكتيفيشن تعطيني البيس بلازما سيل، البلازما سيل بتطلع لي الانتيباديز، الانتيباديز بتقوم بمحاربه الانفكشنز. عندك الماكروفاج بتعمل فاجوسايت للباثوجين، ممكن انها تعمل تيجي تدمره. تمام. فاذا هي كلياتها لها وظائف اخرى، ولكن مع هاي الوظائف في اشي زياده انه هي بتقدر تعرض الانتيجين على سطحها. في نقطه اخيره بقول لك الموستلي فور اكتيفيشن اوف افكتور تي لمفوسايت، اذا هي فقط وظيفتها ايش يعني اكثر شيء انها تعمل اكتيفيشن للافكتور تي لمفوسايت. شو هي الافكتور تي لمفوسايت؟ هي عباره عن خلايا تي تعرضت للانتيجين قبل هاي المره. تمام. يعني هي تعرضت لمسبب المرض او تعرضت للانتيجين عفوا قبل هاي المره وعملت اميون ريسبونس. بعد ما عملت الاميون ريسبونس مره اخرى شو صار؟ بعد ما عملت الاميون ريسبونس مره اخرى رجعت تعرضت لمسبب المرض، بس تعرضت لمسبب المرض هون بده يجي دور الماكروفيج والبي لمفوسايت. اوكي. هسه اثنين اللي هي الانتيجين بريزنتنج سيل فانكشن، شو وظيفتها؟ طبعا حكيناها مليار مره. اول شيء ديسبلاي انتيجين بيبتايد اللي كلاس 2، حكينا انه بالنسبه للانتيجين بريزنتنج سيل فهي بتيجي بتطلع لي اللي هي الكلاس 2 من الام اتش سي مولكيول، بس طلع لي الكلاس 2 من الام اتش سي مولكيول بيجي بيرتبط فيها السي دي 4 او بنسميها الهيلبر تي لمفوسايت، بتيجي بترتبط فيها. طيب هسه انا مشان تتم اللي هي الانتيجين بريزنتنج سيل، مشان تتم وظيفتها، يعني اذا احنا رحنا جبنا اماتشور انتيجين بريزنتنج سيل، رحنا جبنا دندريتك سيل تكون اماتشور، بدها تقدر تعمل اكتيفيشن للتي لمفوسايت؟ نو ما بتقدر، ما بتقدر. ليش؟ لانها لازم تكون ماتشور. ليش؟ شو بتفرق؟ لانه لما تكون ماتشور هي بحاجه اصلا اللي رح تعمل اكتيفيشن قصدي للتي لمفوسايت، لازم انها تكون عن طريق 3 سيجنالز، ولحتى تقدر تعطي هذول 3 سيجنالز يجب انها تكون ماتشور. طب شو هي 3 سيجنالز؟ بقول لك ال 3 سيجنالز ساحكي لك شو هم. اول شيء انه لما اول شيء تكون قادره على ابراز اللي هي الانتيجين عن طريق الكلاس 2 ام اتش سي مولكيول مشان ترتبط فيها السي دي 4، هاي اول سيجنال. طيب شو هي السيجنال الثاني؟ احنا بنسميها كوستيمولاتوري اكسبريس، كوستيمولاتوري عن طريق هو بدها تكون مرتبطه بالممبرين، يعني بتشبه الام اتش سي مولكيول تقريبا تقريبا يعني هيك، يعني بتكون انها على الغشاء، هي ممبرين بوند بروتين موليكيولز، هي عباره عن بروتين رابطه على الممبرين ماشي، هي مهمه مشان تعمل اكتيفيشن للنايف ذان افكتور اند ميموري تي هيلبر سيل ويتش بروفايد سكند سيجنال فور اكتيفيشن اوف تي هيلبر سيل. اذا هاي بس تيجي ترتبط هي بتعمل على الاكتيفيشن للنايف تي لمفوسايت، يعني هي بتنشط النايف اكثر من اللي هي الافكتور والميموري. اوكي اوكي. طيب شو السيجنال الثالث؟ السيجنال الثالث اللي هو السيتوكاينز which lead to T helper cell activation. هسا في عندنا السيتوكاينز اللي احنا عرفنا عنهن اللي هي مثل الانترفيرونز على سبيل المثال والانترلوكين
هاي الاشياء سايتوكاينز بتعمل على الاكتيفيشن للتي هيلبر سيل. لانه احنا ليش حكينا تي هيلبر سيل؟ لانه بكل بساطه الانتيجن بريزنتنج سيل هي بتعمل على الاكتيفيشن للسي دي 4 او الهيلبر تي لينفوسايت. بينما اذا ما كانت الانتيجن بريزنتنج سيل مثلا كانت مثلا اي نوع اخر من اللي هي البريزنتنج سيل فهي راح تكون ايش؟ راح تنشط لي سايتوتوكسيك تي لينفوسايت. طيب هسه بالنسبه للانتيجن بريزنتنج سيل فانكشن اند ار انهانسد، شو اللي بحفز لي شغل الانتيجن بريزنتنج سيل؟ ممكن يحفزها بطريقته، اول وحده اللي هي ناتشرالي بشكل طبيعي وارتفيشالي بشكل صناعي، يعني الانسان بده يتدخل ويتحس حاله بالموضوع. هسه ناتشرالي عن طريق انه احنا نعرضها لميكروب، اوكي؟ فهسه بحكي له هون انه الاميون سيستم او جهاز المناعي بيستجيب للمايكرو اورجانيزم افضل من اللي هي نون مايكروبيال سبستانسز. يعني احنا لو دخلنا على جسم مايكروب وعامل ثاني نون مايكروب دخلناهم على الجسم، الاثنين ممكن انهم يعملوا اميون ريسبونس، ولكن الميكروبات فهي بتعمل استجابة مناعية اقوى، اوكي؟ طيب هسه الاكتيفيتد اند الاكتيفيتد انتيجن بريزنتنج سيل اكسبريس اللي هي تي ليمفوسايت ريسبتور اند اذر مايكروبيال سنسرز. اذا هسه اول شيء بدنا نحكي انه اللي هي الانتيجن بريزنتنج سيلز هاي بدها اللهم صل على محمد قول معي بدها تيجي تعرض لي اللي هي بدها تساعد اللي هي التي ليمفوسايت ترتبط فيها. في عندك كمان الكيموكاين ريسبتور اللي هي سي سي ار 7. هاي شو بتعمل؟ هسا احنا صح حكينا انه لو اجت عندنا دندريتنج سيل او انتيجن بريزنتنج سيل واجت هي ارتبطت اللهم صل على محمد بالانتيجن وعرضته على سطحها، بدها تيجي هي تضلها تروح تركض لوين؟ لاقرب لمف نود وتروح تقعد فيه وتستنى التي سيل تمر مشان ترتبط فيها. طب هسا هاي عمليه انتقالها، صح حكينا هي عمليه اسمها كولوكلايزيشن. هسا هاي عملية الكولوكاليزيشن مسؤول عنها اللي هي CCR7 اللي هي CCR7 اللي هو دون رونالدو، ولكن انه CCR7 احفظها كيموكاين ريسبتور. تيجي تمسك لي هاي البلينتوزيك سيل وتودي لي اياها بتنقلها مشان تزيد الماكسيموم تشينس، مشان تزيد التشينس لالتقاء التي لمفوسايت او النايف تي لمفوسايت مع الكاونتر بارت تبعها. اوكي artificially in the immunization or vaccination بكل بساطة عن طريق أن أضيف الأدجوفنس اللي حكينا عنه قبل، حكينا عن شغله بالمحاضرات قبل. هسا عن طريق الباي دايركشنال انتراكشن هسا احنا حكينا ايش؟ انه الانتيجن بريزنتنج سيل رح تيجي ترتبط فيها اللي هي التي هيلبر سيل، اوكي؟ طيب هسا هاي الانتيجن بريزنتنج سيل رح تيجي تعرض لي قلنا الانتيجن على سطحها، بتيجي التي هيلبر سيل بتقبل على سطحها، بنحتاجين احنا 3 سيجنالز مشان نقدر ننشطها. قلنا اول سيجنال اللهم صل على محمد بده يكون هيهن، اول سيجنال بده يكون نتيجه وين راحوا؟ اول سيجنال بده يكون عن طريق اللي هي الكلاس 2 ام اتش سي مولكيول لما يجي يرتبط فيها، الثاني عن طريق الكوستيميولاتوري اللي هو هذولنا اللي بيشبه ام اتش سي مولكيول بس يرتبط بيعمل على تحفيزها، والثالث اللي هو السايتوكاينز اوكي. طيب هسا قلنا احنا بس احنا نعمل على تنشيط اللي هي تي هيلبر سيل وتستقبل السيجنالز من اللي هي الانتيجن بريزنتنج سيلز بده يصير لها اكتيفيشن، بس صار في يصير لها اكتيفيشن بدها تعمل على تنشيط، بدها تعمل على تحفيز اللهم صل على محمد التي هيلبر سيل، بعدين بتعمل على تنشيط الانتيجن بريزنتنج سيل، بعدين الانتيجن بريزنتنج سيل بده يرجع ايش؟ يحفزها مره ثانيه. وهي العجقه واللثه كلياتها ايش؟ يعني هي عباره عن بوزيتيف فيدباك طيب اوكي هسه اللهم صل على محمد كيف بدهن يجي يضلهن ينشطن ببعض؟ بقول لك عن طريق بده يجي عنا، ركز معي. طيب اوكي هسه هون لما احنا هون لما ارتبط عنا اللي هي التي هيلبر سيل اول ما اجت قالت يلا خليني اروح ارتبط بالام اتش سي مولكيول كلاس 2 الموجود على سطح الانتيجن بريزنتنج سيل، ربط من هون صار له اكتيفيشن، عارفينها هاي.
طيب هسا اول ما تحولت التي لمفوسايت الى اكتيفيتد تي لمفوسايت تمام شو بده يصير؟ هي بده يكون فيها على سطحها شيء شو اسمه سي دي 40 ليجند او سي دي 40 ال اوكي. هسا صار موجود على سطحها وفي عندي الانتيجين بريزنتنج سيل اللي هي سي دي 40 تمام. هذا عنده الانتيجين بريزنتنج سيل عندها سي دي 40 هذيك عندها سي دي 40 ليجند اجى ربطن سوا. اول ما ارتبطن سوا هون صار بتطلع اللي هي الانترفيرون جاما ومعها اللي هي الانترلوكين 12 بس افرزتهم اللي هي التي هيلبر سيل او التي هيلبر سيل. هذا الاشي ادى الى ايش؟ بيؤدي الى تحفيز الشغل تبع الانتيجين بريزنتنج سيل بس تحفز شغلها فاكيد راح ترجع كمان ترتبط ب برضه راح تيجي تطلع لي اللي هي الام اتش تي موليكول ويرتبط فيها هيلبر تي لمفوسايت وبالتالي راح ترجع انها تحفز لنفس الموضوع ويصير هاي اكتيفيتد ويكون عليها سي دي 40 ليجند وهاي سي دي 40 ويرتبطوا وترجع تحفز بظلهم هي عباره عن بوزيتيف ايش بوزيتيف فيدباك بوزيتيف فيدباك ليه نسميها بوزيتيف امبليفيكيشن فيدباك لوب. اوكي اوكي طيب اوكي نكمل. هسا احنا راح نكمل حديثنا عن الخليه اللي هي تابعة للأنتيجين بريزنتينج سيل اللي حكينا عنها اللي هي الدندريتيك سيل. راح نحكي شوية معلومات لطيفة عنها سهلة طبعا. أول إشي بحكي لي إنه بالنسبة للدندريتيك سيل مثلها مثل المونوسايت مثل الماكروفيج هي لها بريكورسر واحد واللي هو المايلويد لينيج تمام. طبعا هذول كلياتهم جايات من وين؟ من البون مارو تمام. هاي بس هون بحكي لي عن اللي هي الاصل تبعيت اللي هي الدندريتيك سيل واللي هي جايه من البون مارو تمام بس. طيب هسا اكستنسيف لونج سباين لايك سايتوبلازميك ميمبرين بروجكشن تو كابتشر مايكروبيال انتيجنز. هون بحكي لي انه بالنسبه للدندريتيك سيل هون بوصف لي اياها انها عندها زي ايش زي نتوءات زي ايش زي حبال طالع منها بشبهها بالسباين زي السهام طالع من براتها. فهاي السباينز هي شو وظيفتها؟ وظيفتها انها تعمل كابتشر للميكروبيال انتيجين. هي بتعمل انها بتمسكهم. هسا تو مين تايبس اوف دندريتيك سيل. هسا في عندنا نوعين من الدندريتيك سيل. اول واحد اللي هو الكونفنشنال والثاني اللي هو البلازما سايتويد تمام. هسا بالنسبه للكونفنشنال اللي هو بعطينا زي الشكل الاساسي للدندريتيك سيل تمام او احنا ممكن نسميه مايلويد سيل فهي بدها تكون الموست نيوميروس ان ذا سكندري ليمفويد اورجانز. هي اكثر عددا الكونفنشنال الاعتياديه الاكثر وجودا الاكثر تواجدا في السكندري ليمفويد اورجانز هي الكونفنشنال دندريتيك سيل. هسا بعديها بيجي بحكي لي انه الدندريتيك سيل هي ممكن انها تكون موجوده بانسجه الجسم مثلا لو كانت موجوده بالابيديرماس بالسكن. اذا كانت موجوده بالابيديرماس فانا راح اسميها لانجر هاند سيلز واذا كانت موجوده بالديرماس فانا راح اجي اسميها الديرمال دندريتيك سيل واذا كانت موجوده بانسجه الجسم المختلفه فانا راح اسميها الانترستيشال دندريتيك سيل. Has after activation by the microorganism or the cytokines, they mature and migrate to to draining lymph nodes. هسا بحكي لي بس إنه يصير في بس يصير لا ال dendritic cell activation. كيف راح يصير لها activation؟ بكل بساطة إنها راح تلاقي أنتجن تعرض على سطحها عن طريق المايكروأورجانيزم إذا كان فيها موجود مايكروأورجانيزم أو عن طريق السيتوكاينز اللي بدها تعملها activation واللي حكينا عنها قبل. فهي راح تصير ماتشور لانه احنا اول شيء حكينا انه بالنسبه للدندريتيك سيل في احنا علاقه ما بين الدندريتيك سيل وما بين اللي هي التي سيلز حيث انه الدندريتيك سيل اذا كانت ماتشور حكيتها قبل انه لحالها بتكون غير قادره على عرض الانتيجين على سطحها ولكن اذا كانت ماتشور دندريتيك سيل فهي قادره على عرض الانتيجين على سطحها وبس تعرض للانتيجين على سطحها فهي راح تعمل اكتيفيشن للتي سيلز اوكي راح تعمل اكتيفيشن للتي سيلز وبالتحديد الهيلبر تي سيلز تمام بس تعمل لها اكتيفيشن وقلنا التي سيلز راح عن طريق اللي هي البوزيتيف فيدباك ترجع تعملها اكتيفيشن مره اخرى او تعمل انهانس ذا الفانكشن اوف ذا دندريتيك سيل. هسا ذا مين سايتوكاينز ذات سيكريتد باي كونفنشنال دندريتيك سيل. شو هي السايتوكاينز اللي بتتم افرازها بشكل اساسي من الدندريتيك سيل؟ هي
التيومر نيكروزيس فاكتور وكذلك الانترلوكين 6. شو هي انواع السيتوكاينز اللي بيتم افرازها من او بيتم افرازها من اللي هي الدندريتك سيل او طبعا الماتشور دندريتك سيل اللي هي التيومر نيكروزيس فاكتور وكذلك الانترلوكين 6. اما بالنسبه للفانكشن تبعها اللي هي الاندكشن اوف تي سيل ميديتد اميون ريسبونس اجينست موست انتيجنز، وظيفتها احنا حكينا بدها مشان اللي هي خليه التي الدلوعه تيجي تمسك الانتيجن اللي هي عارضته على سطحها وهيك تعمل استجابه مناعيه اتجاهها. اوكي اوكي طيب، هسا نيجي للنوع الثاني من الدندريتك سيل اللي حكينا عنها اللي هي البلازما سايتويد، اللي هي بدها تكون شكلا يعني مورفولوجيكالي بدها تشبه البلازما سيل اللي حكينا اللي هي الناتجه من الاكتيف بي سيلز. اوكي طيب، هسا يبدا اكون هذيك الكونفنشنال دندريتك سيل هي بدها تكون الموست نيوميراس، فاكيد هي بتكون لس. اوكي يعني هي راح تكون كون هذيك اكثر عددا، هاي بتكون اقل عددا يعني بديهي. Especially in T lymphocytes, zones of spleen and lymph nodes. خصوصا بالمناطق مثل lymph nodes والسبلين هي بيكون عددها قليل جدا جدا جدا. After activation, they acquire morphology and functional properties of dendritic cell. بعد ما يصير لها activation، وركز لي على after activation، بعد ما يتم تنشيط ال dendritic cell، فهي راح تيجي إيش تعمل؟ راح يصير شكلها بيشبه وظيفتها، طبعاً شكلها وظيفتها راح يصير تشبه ال conventional dendritic cell. أما بالنسبة للسيتوكينز ذات بروديوس أوف بلازما سايتويد اللي هي تايب 1 انترفيرونز، هسا بس هيك شوية مقارنة. احنا حكينا بالكونفنشنال دندريتك سيل فهي بدها تكون اللهم صل على سيدنا محمد افرازاتها اللي هي السيتوكينز اللي بتفرزها اللي هي كانت التيومر نيكروزيس فاكتور وكذلك الانترلوكين 6. اما بالنسبه للبلازما سايتويد فالسيتوكينز اللي بتفرزها هي بدها تكون التايب 1 انترفيرونز. اما بالنسبه لوظيفتها فهي لها وظيفه بالانيت اميونيتي واخذناها محاضره 4 and induction of T cell mediated immune response against viruses، فهي بتيجي بتفعل لي برضه اللي هي الاستجابة المناعية من T cells ضد الفيروسز اللي هي بدها تدخل على أجسامنا. طبعا الدكتور حكى انه هاي الأشياء يعني اني اقدر افرق ما بين الدندريتك سيل عفوا البلازما سايتويد سيلز والكونفنشنال دندريتك سيل، لازم اني اقدر افرق بيناتهم. كيف حكيت بقدر افرق بيناتهم؟ عن طريق السيتوكاينز اللي بتفرزها، هذيك تفرز تيومر نيكروسيس فاكتور وانترلوكين 6، والثانيه اللي بتفرز لي اللي هي التايب 1 انترفيرونز، هاي اول وحده. الثانية انه الكونفنشنال هي بدها تكون اكثر عددا، اما بالنسبه للبلازما سايتويد فهي بدها تكون اقل عددا وخصوصا بالسبلين والليمف نودز. وبالنسبه للشكل فهي هاي بدها تكون تشبه ايش؟ بدها تكون تشبه اللي هي البلازما سيل، هذيك بده يكون حكينا عن شكلها. اما بالنسبه للفانكشن هذيك الفانكشن تبعيت اللي هي الكونفنشنال دندريتك سيل، برضو لازم احنا نميز ما بين الفانكشن تبعيت هاي والفانكشن تبعيت هاي. فانكشن الكونفنشنال اللي هي الاندكشن اوف تي سيل ميديتد اميون ريسبونس اجينست موست، احنا طبعا عارفينها ان هي بتيجي تفرزها مشان تبرز مولد الضد او الانتيجن مشان تيجي يرتبط فيه التي سيل وتعمل فيه عندنا تي سيل ميديتد اميون ريسبونس. اما بالنسبه للبلازما سايتويد فهي بدها تكون وظيفتها بالاميون بالانيت اميونيتي، وكذلك انها يعني بتكون لها برضه وظيفه مشابهه للدندريتك اللي هي التي سيل ميديتد اميون ريسبونس اكتيفيشن. اوكي هسه هذا التيبل هذا الجدول بده يوضح لي اللي هي اللايف سايكل تبعت الدندريتك سيل، برضه هاي مهمه وحكى عنها الدكتور انها مهمه، بس خلينا نركز ناخذ شو هي الاشياء اللي ممكن نستفيد من هذا الجدول الشكله بخوف. اول شيء هي بتكون اماتشور. اوكي بتكون اماتشور حالتها اللي هي بعدها ما شافت اي انتيجين والجسم وضع استاكوزا وما تعرضت لاي انتيجين ولا شافته، هي بتكون اماتشور. متى بتكون اماتشور؟ بحاله انه اذا كان ما كان في عندي انفلاميشن، لانه بحال اذا كان في عندي مثلا في بايدي انفلاميشن فاكيد راح تكون كل الدندريتك سيل اكتيفيتد، ولكن اذا كان ما في انفلاميشن فانا ممكن اني اقدر الاقي اماتشور دندريتك سيل. تمام طيب، هسه هاي الاماتشور هي عندها قدره على انها ايش تعمل؟ عندها قدره على انها تمسك لي الانتيجن، بس تشوف انتيجن لا تمسك ليها، ولا كيف بدها تعمل تصير لها اكتيفيشن؟ لازم انها تقدر تمسك لي الانتيجن.
هسا زي ما حكينا قبل انه هي حتى لو مسكت الانتيجين هي ما بتقدر انها تعمل سيل ميدييتد او تي سيل ميدييتد اميون ريسبونس لانها بعدها اماتشور. اوكي طيب هسا هي عندها قدره انها تمسك لي تعمل كابتشر للانتيجينز اجت مسكت لي اياه. اوكي بعديها بده يصير لها اللي هي انترنالايزيشن اللي هي راح تيجي تدخلها لجوات عشان تعرض مولد الضد تبعها. اللهم صل على سيدنا محمد. هسا هون في شغله بيحكي لي may present self antigen. هسا هي ممكن ان انا اقدر الاقي self antigen موجود فلتت من عند الكلونال سيليكشن فلتت من عندي. طيب اوكي انا كيف بقدر اتعامل معها؟ طبعا حكيت هذا الموضوع من قبل. هي بتيجي بتمسك لي اياها بتعمل لي بتمسك هيك تكون قاعده متربصيت لها وبتستنى فيها بس تيجي اول ما تفوت عامري حالها اللي قاعده بتتناولها تعالي انت طالع غلط تيجي بتمسكها بتعمل هين اكتيفيشن او بتموتها. اوكي اوكي طيب او ممكن انها تيجي شو تيجي تعمل لي جينيريشن للتريكس. هسه شو هو هذا التريكس؟ هي عباره عن ريجولاتوري تي سيلز. هي عباره عن ريجولاتوري تي سيلز هاي اللي هي ريكس تابعه من ريجولاتوري. ريجولاتوري تي سيلز هي عباره عن خلايا تي بتنظم تيجي بتعرف لي انه هاي بتموت لي اياها. طبعا هي بتحافظ على المنتين سيلف توليرانس. هسه كلمه توليرانس معناتها الحرف زي التسامح وهي فعليا بتعبر عن الوظيفه. هسه لما اقول لك سيلف توليرانس يعني انا بس اشوف انتيجين تابع لي انا بتركه خلاص بتسامح معه تركه يلا ولي جيب لي شيء يكون انا مش سيلف نون سيلف انتيجين هذا برحمهوش بالمره بس امسكه بعمل اميون ريسبونس اتجاهه. وهي برضه كمان بريفنت اوتو اميونيتي. هسه الاوتو اميونيتي اللي هي بصير مناعه الشخص اتجاه السيلف انتيجين تبعه. طيب بعد ما كانت اماتشور لقيت الانتيجين تبعها مسكته اوكي يلا هسا بدي اعرضه على سطحي بس قبل ما اعرضه على سطحي بدي يصير لي اكتيفيشن. هسا متى بصير لها اكتيفيشن؟ قلنا بده يصير لها اكتيفيشن بطريقتين اما ناتشورالي او ارتفيشالي حكينا عنهم قبل. هسا هي هون عن طريق انه مثلا لقيت مايكرو اورجانيزم او اشي هيك او لقيت انتيجين او ممكن انه ارتفيشالي عن طريق مطعوم حكينا عنه. بعدها بتصير له migration and transport. كيف يعني migration and transport؟ إن هي بس لقت الانتيجين تبعها دوري بتروح تركض وين؟ على الليمف نودز. بتروح يم خلص ولا بتشوف إشي قدامها بس مسكت وبتضلها رايحة على الليمف نودز. ليش بتروح على الليمف نودز؟ طيب بتروح على الليمف نودز مشان هسا التي سيلز وهي داخلة عن طريق وهي قاعدة بتمشي ب وهي قاعدة تمشي وبتلفلف بين الليمف نودز فهي راح تروح بتروح على الليمف نودز. عندك إشي بفيدني؟ لا. عندك إشي بفيدني؟ لا. تروح عند الليمف نودز اللي هي راحت هاي الدندريتك سيل راحت قاعدت لها فيها بتستنى بالتي سيلز تبعيتها. بس تيجي التي سيل تبعيتها بس تشوفها هايك تعالي تيجي ترتبط فيها وبصير في عندنا immune response. طيب بعد عملية الترانسبورت بصير عندنا الماتشوريشن. هي خلص بصير ماتشور بس انتقلت للليمف نود صارت ماتشور. طب هسا اذا جانا سؤال متى دندريتك سيل بتصير ماتشور؟ بحكي لك اولنا انها تنتقل على الليمف نود بس تلاقي الانتيجين تبعها وتنتقل على الليمف نود هي صارت ماتشور. طيب هسا بس صارت ماتشور الدندريتك سيل هاي بتصير efficient antigen presenting cell. هي بتصير efficient يعني هي بتعرض لي على سطحها express antigen peptide MHC complex راح تيجي تطلع لي على سطحها وهي كونها antigen presenting cell إذن راح تطلع لي class 2 MHC complex ماشي. وبعدها بتصير co-stimulators هاي طبعا هاي السيجنال الأول تاعيت الـ MHC molecule. السيجنال الثاني تبعيت الـ co-stimulators حكينا عنها هو اللي بكون على سطح الخلية بيشبه الـ MHC وبيؤدي إلى تفعيلها. والثالثة اللي هي السيتوكاينز يلي برضو حكينا عنها حكينا إنه إحنا مشان تقدر إحنا نسوي immune response إحنا بحاجة لـ 3 signals واحدة جاية من الـ MHC complex الثانية جاية من الـ co-stimulators والثالثة جاية من الـ cytokines مشان تعمل activation للـ naive T lymphocyte. طيب هسا the location of dendritic cell وين بدها تكون موجودة dendritic cell؟ بكل بساطة هي بدها تكون موجودة بالsecondary lymphoid organ. بدها تكون موجودة وين؟ بالsecondary lymphoid organ. أوكي أوكي طيب هسا الباقي فكنا منه مش كثير مهم. طيب هسا the role of dendritic cell in antigen capture ده دكتور على الفاضي. طيب هسا all cell associated microbial antigen capture by dendritic cell. كل ال cell associated microbial antigen بدها تمسك لي اياها ال dendritic cell لانه احنا حكينا انه وظيفتها الاساسيه والوحيده انها تيجي تمسك لي الانتيجين وتعرضها على سطحها ولا عندها اي وظيفه ثانيه. وحكينا في عندنا المايكروفاج والبلازما سيل او البي سيل او البي لينفوسايت هاي شو بدها تكون لها وظائف اخرى وعندها وظيفه بايش انها اكسبريس ذا انتيجين
on the, its surface. ولكن بالنسبة للدندرتك سيل بس هاي وظيفتها الأساسية. بعديها الليمفاتيك فيسلز بتفرز ليها بتروح على الليمفاتيك فيسلز تمام. بعديها الانتيجين كونسنتريتد ان ريجونال ليمفوسايت. اوكي هسه بتيجي اي 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 مايكروب رابط الخلية تاخذ الانتيجين تبعه بتعرضه على سطحها بعديها بتروح على الليمفاتيك فيسل تنتقل على وين؟ على اللي هي الليمف نودز مشان تستنى خلية التي وتكمل. عندنا 100 مرة. هسه المايكروبس اند فري سوليبل بروتين انتيجين in lymph to lymphatic vessel independently of dendritic cells to lymph nodes and capture by انسى حكيناها. طيب طيب هسه السوليبل انفلاماتوري هاي طبعا على اليمين اللي مش منتبه لها السوليبل انفلاماتوري mediators as chemokines اللي هي produced at sites of infection travel in lymphatic vessels. برضو حكيناها انه الكيموكاينز شو وظيفته اللي هو CCR7 وظيفته انه بروح بمسك لي الدندريتك سيل او الانتيجين بريزنتنج سيل وبروح باخذ لي اياها على الليمف نودز. طيب هسه collection and concentration of foreign antigen in lymph nodes are supplemented by two other anatomic adaptation which serve similar function to lymph nodes. هسه هون احنا حكينا بالنسبه للدندريتك سيل احنا قلنا انه بناخذها على الليمف نودز مشان شو؟ مشان تلاقي الكاونتر بارت تي سيل. طيب هسه بحكي لي في كمان موقعين هذول بيشتغلوا نفس شغل الليمف نود يعني بتروح هاي الانتيجين بريزنتنج سيل بتروح بتقعد لي هناك وبتستنى يجيها الكاونتر بارت تبعها. اول واحد اللي هو البير باتشز ماشي والثاني اللي هو السبلين. اوكي الثاني اللي هو السبلين. طيب اول واحد البير باتشز هسا هذا البير باتشز احنا حكينا عنه انه هو بده يكون موجود وين بالجت. سو هسا بده يكون موجود هون بحكي لي عن الايليوم. اوكي بحكي لي عن الايليوم. الايليوم اللي هي الجزء الاخير من السمول انتستين وكذلك الفارينجيال تونسلز اللي هي اللوز اللي هي اللوز بده يكون هذول الموقعين بتمركز فيهم اللي هي اي انتيجين بريزنتنج سيلز او اي دندريتك سيلز. بتلاقي لي انتيجين بتروح تركض لهناك اذا كانت بالموقع هذا اي موقع. طيب او اي مكان بدها تلاقي فيها اذا كان اذا كنا نحكي عن اللي هي الايليوم وين تكون موجوده اي انتيجين بنلاقيها بالجي اي تي. وبالنسبه للفارينجيال تونسلز فاي انتيجين احنا بنلاقيه باللي هي بالريسبيراتوري تراكت او الار تي. اوكي احنا بنيجي بناخذها دغري وبنروح نوديها على الايليوم بنوديها على الايليوم او الفارينجيال تونسلز هناك بنيجي بنعرض الانتيجين وبتيجي عندنا التي سيلز بتلاقي الكاونتر بارت تبعها. بالنسبه للسبلين احنا حكينا انه هو من السكندري ليمفويد اورجان وحكينا انه هو العضو الوحيد يلي ايش يلي ما له اي علاقه يعني ما بيرتبط عن طريق الليمفاتيك فيسلز. اوكي هو بس بفوت عليه دم وبطلع منه دم. فمشان هيك اي بروتين بده يكون سوليبل ان بلود فهو رح يجي يمسكه وهو مارق عن طريق السبلين يقول له تعال تعال شو بتسوي قاعد فوت جاي خلينا نلعب شوي بفوته بيعمل بعدها immune response وبقضي لنا عليه. اوكي طيب هسه الفانكشن اوف اذر سيل تايبس از انتيجين بريزنتنج سيلز ان ديفرنت سيتويشن. اول شيء بيحكي لي الماكروفاج بريزنت انتيجين اوف فاجوسايتوزد مايكرو اورجانيزم. هسه بيحكي لي انه الماكروفاج بيجي بيعرض الانتيجين بعد ما يقوم بعمليه بلعمته او بلعمه المايكرو اورجانيزم بيعرض الانتيجين تبعه على سطحه. بالنسبه للبي لينفوسايت بروسيس انجستد بروتين بشكل عام اول نقطتين بيحكي لي انه الماكروفاج والبي لينفوسايت لها وظيفه بالبرزنتيشن اللي هي تاعت الانتيجين وحكينا عنها قبل. All nucleated cell process systolic protein antigen. اوكي طيب هسا احنا حكينا قبل هيك انه في عنا الانتيجين بكون بمكانين اما بده يكون بفيزيكال او ممكن انه يكون بايش ممكن يكون بالسايتوسول. طيب اذا كان بالسايتوسول فهو راح يتعرف على ال MHC type 2 بيجي يطلع لي اياها لفوق بيطلع لي اللي هي ال MHC molecule type 2 او الكلاس 2 بعدها بترتبط في الهيلبر تي لينفوسايت. اما اذا كانت موجوده بفيزيكال فاذا راح تيجي تتم عرضها على ايش على الام اتش سي كلاس 1. اوكي بعديها بتيجي عندنا تي هيلبرس بتيجي عندنا سايتوتوكسيك تي لينفوسايت عفوا وبدها ترتبط فيها.
بس as simple as that. هسا بالنسبة للفاسكولار endothelial cell in human express class 2 MHC molecule like endothelial cell in grass and target of the T lymphocyte reacting against graft antigens and thymic epithelial cell. Okay, okay. هسا هون بكل بساطة احنا لما احنا نيجي نزرع هسا ما اجي احكي لك هاي الجرافت هاي عبارة عن اعضاء يعني حصلها ترانسبلانتيشن زرعناها. هسا هاي شلون مثلا بتدمر عضو مثلا بنزرعه؟ عن طريق انه هو بيطلع لي ال MHC molecule type 2 او class 2 بعدها بده ترتبط فيه T helper cells وبعدها بده يصير في عنا مناعة وبتم تدميرها. اوكي اوكي. هسا بالنسبة للثايمك ابيثيليال سيل، الثايمك ابيثيليال سيل هي عبارة عن الابيثيليال او الغلاف او الطبقة اللي بتكون موجودة على الثايمس من جوا، واحنا حكينا الثايمس هي اللي بيصير فيها عندها كلونال سيلكشن، يعني هي بده يكون لها دور ايش بالكلونال سيلكشن اكيد. كيف بيصير لها دور بالكلونال سيلكشن؟ عن طريق انه بتصير تعرض للام اتش سي موليكيول وتيجي التي سيل، اوكي اوكي، مش اوكي موتها، اوكي تمام طلعها، مش اوكي موتها. وبرضه هيك يعني بس كمعلومة بسيطة انه 5% فقط هي اللي بده تكون هي اللي بتنفذ من الكلونال سيلكشن. اوكي اوكي.